انت قال كمان للدريسز اللي والبليزرز اللي حضرتك جايبتيهم، نحكي عنهم قطعة سمحتي. الدريس مثلا دوت مناسب جدا للجسم بيكون مثلا فيه ديفو ليكون البطن، احنا معظمنا دلوقتي الماميز فيهم عاملين سيزوريا عندهم بطن بيحبوا ان احنا دايما بالظبط، فمنقدرش دايما نلبس حاجه فات قوي، فعايزين حاجه مناسبه وفي نفس الوقت تبين ان الشيب حلو. فالستايل ده والديزاين ده مناسب قوي للشكل الجسم اللي احنا بنتكلم عليه، هو هيخفي البطن وفي نفس الوقت لو في اي ديفوز هيخفيها ويعطيها الميرميد شيب، خلينا او هيدي كيرفي شيب اللي احنا دلوقتي كلنا بندور عليه ومحتاجينه وبنعمل تمارين كتير عشان خاطر نوصل للشيب ده. الدريس دوت الديزاين بتاعته مناسبه جدا للشيب ده. طيب هذا مثلا ما تقوليليش بنلبس الصبح؟ لا مش الصبح. شكرا. طبعا شكرا. نحكي امتى بنلبس؟ لا طبعا ده بعد الظهر. لا ده بالليل خالص بقى يعني. والله هو احنا دلوقتي بقينا الالوان الميتاليك يعني بالنسبه لنا مناسبه جدا. اوكي. فدلوقتي بقينا بعد الظهر بالليل، ما بقاش زي زمان لازم بالليل قوي. اوكي. مش لازم يعني سهره. طيب. ده جامب سوت مناسب جدا جدا، بيعمل شيب هايل للجسم. أوكي. وكمان بيخفي عيوب الجسم قوي، فبيدينا شيب لو واحده مثلا قصيره هيديها شيب ان هي تكون طويله اكتر، تقدر تلبس عليه هاي هيلز مناسب، بيغير شكل الجسم تماما، سامبل قوي وماستر بيس في اي دولاب. طب سؤال، هل مثلا جامب سوتس لازم الواحد يكون عندها خصر ضعيف يعني، والعادي الناس في ناس ما عندهم خصر فبلبق لها الجامب سوتس او لا؟ طبعا يلبق لها، بس طبعا ممكن نضيف بيلت لطيف عشان نحدد بيه الوسط بشكل لطيف، وفي نفس الوقت نقدر نعمل تقسيمه حلوه للجسم يعني. أوكي. لو مثلا بنوته رفيعه في الجامعه ما عندهاش شويه الشيب اللي هي عايزاه، انا اقدر احط بيلت بشكل لطيف يعني يديني شيب حلو وفي نفس الوقت يحدد لي الوسط بشكل لطيف وما يخلينيش باينه طويله قوي لو انا طويله ورفيعه، وما يخلينيش برضو باينه ان انا قصيره. حتى بالنسبه لكم، معلش انا شويه علقت عاد الدرس عشان في كذا شغله نحكي عنها، بالنسبه للكمه بتاعت الدرس هاي صارت كمان موضه مع حتى على بلا توبس عاديه يعني. هاي برضو موضة هاي السنة زيادة عم بتكون. سواء كان زي دانتيل عم بيكون مع لذر، سواء بيكون مرات إشي بلين عادي بلوزة بلين سادة، بتلاقي في ميتاليك عم بيكون بالقماش الشفافة. هل هذا ترندي بكل العالم؟ ترندي جدا، وهو الديزاين ده مش جديد علينا، الديزاين ده كان موجود من الأربعينات يعني الكوم ده موجود من الأربعينات. لو رجعنا للديزاين بتاعت الأربعينات والدريسز اللي احنا كنا بنشوفها وكلوش اللي كنا بنشوفه، فده ديزاين مش جديد، لكن هو كل حاجه كانت موجوده من الاربعينات لحد فتره السبعينات ابتدت ترجع لنا بقوه، حتى الشوزات. اوكي. الهلزات، شكل الهيلز نفسه، الكعب ال 12 سنتي، الهلزات دي كلها، الكعب من قدام العريض، ابتدى الحاجات دي كلها بلاتفورم ترجع لنا تاني. اوكي فهمت. طيب يلا اللي بعده يا بتقول. هلا بدك تورينا بليزرز ولا اوكي. ده مثلا ده دريس. لا اوكي توب. ده توب هايل لانه احنا عايزين نخفي برضو بطننا لو ما فيش شيب كيرف شيب اللي احنا بنبقى عايزينه، ده بيعمل كيرف شيب برضو لطيف قوي لو ما فيش وسط، وبيديكي شيب للوسط حلو قوي. ممكن نحط عليه بلت ولا؟ ممكن نحط بلت زي ما انا مثلا لابسه كده، ده برضو هيحدد الوسط بشكل احسن. وفي نفس الوقت لو انت وسطك مليان وعايزه تعملي له شيب حلو وتحدديه، التوب ده هيديك الشكل الحلو ده. اوكي. لانه فيه كسره اصلا من الجنب. بالظبط، احنا عاملين ديزاين يعني ديزاين معمول باكتر من قصه بشكل مناسب انه يديكي الشيب دوت وهو نازل واسع على من تحت على قصات معينه. أوكي. فالقصات دي بتديكي الكيرف شيب. اوكي. طب سؤال، مثلا زي هاي التوب على اي مناسبه بتنلبس؟ كتير يعني، ممكن البسه بعد الظهر في اكتر من مناسبه، لو معزومه انا واصحابي برا، لو هنقعد مع بعض، لو في اي حاجه، هو كلاسيك جدا. بالضبط، بس لانه فيه ذهبي برضه ولمعه، فبتقنه الاغلب انه يكون بعد الظهر يعني. يعني احنا قلنا اللمعه دي خلاص اتعودنا عليها، فما بقتش انا مش متعوده عليها عشان هيك عم بحاول اقنع حالي. بقتش بالنسبه لنا غريبه زي الاول يعني. مزبوط. زمان كانت دلوقتي اي لمعه او اي لون ميتاليك لا ده لازم سواري، لا صح. ما بقاش زي الاول يعني، حتى على مستوى الميك اب يعني عم بشوف انه هلا كلياته الوان برضه فيها لمعه، فيها كذا صبح ظهر بالليل نفس المكياج، بطل كثير في فرق بين مكياج الصبح ومكياج المساء او العشاء او طالع مع اصحابك حفله يعني. الا العرايس تفرق معهم. انا بشوف ان ده في المكياج
يعني مبتذل، ده مش حاجه حلوه يعني. أوكي، في المكياج ما لا في المكياج مش حلو، لانه للاسف بيخفي براءه الملامح نفسها. صح مظبوط. ما ينفعش ابقى انا بنوته لطيفه صغيره راح الجامعه احط مكياج صارخ واحط اي لاينر واحط لاشز واحط حاجات كتير، هتديني اوفر، سني اوفر، هتديني كمان لوك مش احسن حاجه. اوكي بتكبر، وبالذات انه خلال النهار ممكن الوحده تعرق تتعب مع الغبره، فالا ياثر على البشره بالضبط، هو مش هيكون احسن حاجه وهيأذيها في الاخر. صح. يعني لكن انت رايحه الجامعه فكنت تكوني سامبل، كل ما تكون الحاجه تسامبل كل ما هتديها جمالها وتبين جمالها اكتر. مظبوط 100%. طب انت ذكرتي كذا مره، عادي بتقدري تجيبي قطعه ثانيه انا بحكي معك، ذكرتي كذا مره انه في الاربعينات، في الاربعينات، هل انت بتفضلي الاربعينات ولا احنا مقتبسين اكثر من يعني كثير خلينا نحكي من موضه سنه 1940؟ انا عن نفسي يعني بعشق الفتره دي. اوكي الفتره عشان هيك سالتك، حسيت انا كررتيها كذا مره. الفتره دي انا بشوفها من احسن الفترات اللي عدت فيها في الفاشن. ايش كان مميز فيها؟ كان كل شيء، الديزاينز كانت جديده، كنا خارجين من شكل معين طول الوقت، الفيميل محطوطه فيه، خرجت على البانتلونز، خرجت على الشكل، الدريسز الجديد كان مختلف، ابتدت تتنور اكتر، ابتدت تشوف حاجات احسن، ابتدى شكل البنت يبقى احلى. حتى لو رجعنا الافلام القديمه نشوف حتى رايحين الكليات في انوثه اكتر، كان بشكل يعني رائع. أوكي. حتى الشباب في الجامعه زمان كانوا بيلبسوا بدل. اوكي فتحسي بكميه رقي في الحقبه دي التاريخيه، جميله قوي. اوكي مظبوط، حقيقي تحسي قد ايه كل شيء كان راقي، كل شيء كان لطيف. حتى البنوته سيلز اللي كانت بتقدم لك المنتج في تشوب لهتسيها لطيفة، لابسة دريس حلو، شعرها مهندم بشكل حلو، مفيش ابتذال في المكياج، مع ان كان في مكياج وقتها كتير، مفيش الحاجات كان دي. يعني يعتمدوا على البساطة في إظهار ملامح وجههم أو بالزبط. جسمهم باختيار الملابس. أكيد دايما تلاقيه كلهم لابسين هلزات بشكل معين، سواء قوابة مختلفة ولكن المشية لطيفة، البنت رايحة الجامعة شكلها لطيف، لابسة دريس حلوة. هذاك الزمان الجميل ست بتول. طيب هلا هذا الجاكيت أنا ملاحظة أنه أنت مثلا راح تعلقي قولي لي صح أو غلط، أنه موضوع الفرو من جوا يعني هذا أظني كمان من الأشياء اللي عم بيكون إشي كتير سيمبل من برا بس بعطي دفء. بالضبط، احنا زي ما قلنا احنا دلوقتي بقينا ما بنلبس لايرز زي زمان. زمان كنا بنلبس لايرز كتير قوي، دلوقتي بقينا نستغنى عن ده بحيل في الفاشن كده، بنعملها ان احنا يكون الجاكيت بتاعنا دايما مبطن فير، البانتلون بتاعنا بنبطنه بماتيريالز معينه تديكي دفء اكتر، ما بتحتاجيش تلبسي اللايرز كنا زمان بنقعد نلبسها ونتضايق منها وتبقى يعني بايخه قوي. يعني بتكوني ستايلش ومتدفيه بنفس الوقت. بالزبط. مش شكل حلو تكوني بردانه من جوه. بالظبط، احنا زمان كنا بنقعد نلبس لايرز او تلاقينا متكتكين خالص واحنا لابسين حاجه شيك ومستحملين. صح زي انا هلا حاليا بردانه يعني. دلوقتي لا، بنتحايل على الموضوع ده بشكل احسن شويه، بنجي نشتغل في الديزاين بتاعنا، دايما بنعمل حساب ان تكوني مرتاحه يكون شكلك حلو. اوكي. لان انا مقتنعه تماما ان عمرك ما هتبقي حلوه غير وانت مرتاحه. صح 100%. طب هلا نشوف ده كروب جاكيت مناسب قوي مثلا للكليه، لو انا رايحه الكليه لابسه حاجه شيك وفي نفس الوقت متدفيه وحاجه مناسبه للمكان اللي فيه كاجوال ولطيف وتليب اكتر من طريقه. اوكي تمام ممتاز، نشوف هيك واحد من هالدراسز اذا بدك اياهم تاخذيهم الاثنين مع بعض. أوكي. عشان احنا للاسف وقت فقرتنا انتهى وبدنا نفرجي كل الاشياء اللي معك. طبعا دول سواري. اوكي اوكي، ده جامب سوت، طبعا مناسب جدا جدا لاي شكل جسم، مناسب ان هو هيريحها، مريح جدا وفي نفس الوقت هيخفي كل العيوب اللي ممكن موجوده بتبقى موجوده في الجسم. تو ماتش ممكن لام العروس مثلا تلبسها. لا يمكن عشان انت ستايلك سامبل قوي، بس هو مش تو ماتش خالص. أوكي. بس هو دلوقتي ترند جدا، يعني الديزاين ده ترند جدا، البايات كمان ترندي. فبالنسبه لنا ده مناسب قوي لاي حد عايز يخفي اي عيوب في جسمه. ايش اسم هاي الماتيريال؟ بايات. اوكي والثانيه قطيفة بايات. اوكي والتانية دوت يعني انا بشوفه ماستر بيس بالنسبة لي. الدرس يبان سامبل قوي لكن بيدي شيب وشكل رائع للجسم. اوكي. هو بيدي الوسط بيكون محدده بشكل لطيف قوي، فبيديكي دايما شكل حلو وانت حاسة انك انت مش متكلفة. أوكي. ما عملتيش مجهود كبير
وفي نفس الوقت سمبل كلاسي بالظبط. انا اشوفه ماستر بيس عندي لازم يكون موجود في دولاب اي بنت. طيب وبالنسبه للاطوال هيك اخر سؤال هيك عشان نحكيهم هلا، الدراسز زمان مثلا كنا نلبس الدرس الطويل بالسواري والقصير، هلا حتى بتلاقي العروس نفسها بتلاقيها فستانها عم بيكون قصير بفتره من فترات. بالنسبه للاطوال ما بتفرق، بطل في شيء او قانون نمشي عليه خلينا نقول؟ لا بيكون المناسب، يعني زمان كانوا بيلبسوا اقصر شويه من دلوقتي، يعني دلوقتي بقينا يعني على الركبه تحت الركبه شويه بيتفوق الركبه بسيط، زمان كان ممكن يلبسوا ميني جيب عادي يكون مرتاحين، كان المجتمع غير المجتمع يعني. صح 100%، ولكل مقام مقال، انا دائما بكرر هاي الجمله، يعني بتول عن جد انبسطنا بوجودك معنا، اعطيتينا تيبس جدا مهمه بالنسبه للفاشن ولموضه شتاء 2023، شرفتينا ونورتينا. الله يخليكي، شرف لي. وجود لك بكل شيء بتعمليه. في شيء حابة تحكي حساكي هيك زي نصيحة خليها نحكي للمشاهدات الحلوات اللي عم يشوفونها؟ هو أحسن نصيحة دايما خليك تسامبل، خليك على طبيعتك، خليك دايما واثقة في نفسك، وخليكي مرتاحة، عمرك ما هتبقي حلوة غير وانتي دايما مرتاحة. 100%، شكرا لوجودك معنا بتول، أهلا وسهلا فيكي. مشاهدينا رح نطلع لفاصل سريع ونكمل باقي فقراتنا، أهلا وسهلا بكل الأشخاص اللي انضموا معنا حاليا، بريك وراجعين.